كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تقرير الحالة الوبائية في مصر. وخلال الاجتماع تم الإيضاح أنه خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أغسطس الجاري بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 182 حالة، بينما شهدت هذه الفترة 17 حالة وفاة. كما تمت الإشارة إلى أن نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا لا تتعدى 2%، موضحا أن 98% من الأسرة الداخلية شاغرة. وفيما يتعلق بجدر القردة، أكد تقرير الحالة الوبائية أنه لم يتم تسجيل أي حالات في مصر.